نص نتاع الليل مع جسر عيد ودي كرونيكور من جمعية جيت وبرشا دي زانفيتي من الجمهور كل حصة. هيا ملا نقولكم سايونارات، نقصد بسلامة. إيكو سبور، تحية لكم الناس الكل. اليوم هو يوم الكلوب بامتياز والأدخب أكثر من مليار. في النهار يحكينا عليها عضو اللجنة المكلفة بالحساب البنكي لفض النزاعات FTF سياليتي جماهير السنوسية. والله حدث تاريخي بأتم معنى الكلمة وبدون حتى معنى رمي ورود ولا لغة خشبية للأمانة. معنى درس اليوم أنه الجماهير هذه وفية ياسر للنادي هذا، وأنه مالغري الظروف الصعبة متاع البلاد والناس كل تعرفها، ومالغري الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها أغلب الطبقات الشعبية التوانسة، ناس كانت حاضرة بعدد كبير ياسر، إلى درجة أنه السيستم انفورماتيكا بقي معنى في البيانة. معناها إذا مو قداش من عملية، نعطيك مثال 3400 عملية معناها نقدا بدون اعتبار معناها لي فيرمون وبدون اعتبار الشيك. المبلغ اليوم وصل يونيكمون نقدا، ما نحسبوش الشيكات وما نحسبوش لي فيرمون. تعرف فما اون دات فالور، وفما بالنسبة للشيكات والتيلي كومبونساسيون يلزم 24 ساعة معناها يدخلوا للحساب بعد غدوة هما ولي فيرمون. دونك اليوم مليون ومئتين وثمانية وعشرين معناه مليار ومئتين وثمانية وعشرين نقدا، والمبلغ هذا معناه قابل للارتفاع باعتبار فما مبالغ مدفوعة بالشيكات وفما مبالغ مدفوعة عن طريق التحويلات البنكية. دونك إن شاء الله حسب التقريب معناه ينجم يكون أقل شوية وينجم يكون أكثر، إن شاء الله باش تكون في حدود مليون وخمسمائة ألف دينار، مليار وخمسمائة حسب اللغة بتاع التوانسة. معناه المبادرة هذه معناه باش تجيب أكثر من 3 ملياردوات لخزينة النادي الإفريقي. معناه أنا شنقول للجماهير هذه والالاف نتاع البشر هذه يلزمها اليوم تقرب للجمعيه، ويلزم الاطراف هذه تكون معناها متواجده في تسجيل مستقبل الجمعيه، في اختيار هيئه المديره، في اختيار الرئيس، في اختيار نمط اداري معين، في فرض سياسه معناها رقابيه على النادي، في معناها يلزم اليوم الناس هذه اللي عندها من الوعي ما يكفي معناها لحمايه النادي هذا، ماذا بينا كل معناها انه اللي يكون التواجد نتاعها صفة مستورة قرب النادي، يكونوا حاضرين في جلساته العامة، يكونوا حاضرين في جلساته التقييمية، في جلساته الانتخابية. مش التجاوزات اللي صارت هذه ما عادش تقع في النادي الإفريقي. وين هما كبار النادي من هذا الكل؟ الجواب على تنس نمسي. أنا مقتنع تمام الاقتناع أنهم الكبارات مش يكونوا حاضرين، مش يكونوا للأمانة لأخي المبالغ اللي تخلصت العلمة مشتي حمادي بوسبيع مليار وخمسمائة وخمسين، ما هو زاد من كبار النادي، وإن شاء الله بش الكبار الآخرين بش يتبعوا. انا متاكد انهم باش يتبعوا. حكيت مع جزء منهم، حكيت مع جزء منهم، وفما شكون اللي دعم وكان مبلغ ونقولوه سي سيد ناجي بارك الله فيه، والبقيه ستاتي. هل انه صحيح حمادي بوسبيع باش يدفع ضعف المبلغ هذا؟ الاجابه على لسان ماهر السنوسي. انا ما عنديش المعلومه هذه للامانه، معناها دوبل ما معناها ما غيرنا نحطوا ضغط على راجل زاده، معناها اما مقتنع انه سي حمادي بوسبيع باش يكون موجود معناها بالثقل نتاعو في المساله هذه، لانه هذا مسألة معناها تتهدد مستقبل النادي. راه اليوم اللي صار ما كانش مزية، نحب نقولها راه هذاك هو لأنه قدرنا، ما دام النادي الإفريقي نحبوه يلزم الناس تقف، وكل واحد وكل قدير وقدره، وما في ما حتى تمييز بين اللي أعطاها 10 دينارات وأعطاها 100 دينار وأعطاها 100 مليون، لأنه العدد هو اللي أنا العدد يهمني أكثر من الأشخاص. أنا كي يجوني اليوم 10,000 دوناتور وعطاها اللي عطاها 20 دينار واللي عطاها 100 دينار، راهو أهم من 5-6 دوناتور عطاهم 100,000 دينار باش الناس تعرف. معناها ما هي شعبوية ولكن هذه الحقيقة، لأنه العدد قد لا يكبر، العدد حتى المبالغ تكون مش كبيرة قد المبلغ يرتفع، وهذه التجربة أثبتت. وكان نحسب واحنا المليارديوات المبالغ الكبيرة اللي دفعت معناها من طرف كبار أو الناس الميسورين هي معناها أقل بكثير من المبلغ اللي تم ضخه بالمئة دينار وبالمئتين دينار. نواصل مع الكليوب وجلسة الاستئناف التابعة للجامعة. قلصت عقوبة الويكلو من 3 لزوز مقابلات، بالتالي مقابلة سيابي باش تكون ويكلو، ماتش سليمان باش يشهد عودة الأحباء. اليوم افتتاح الأجيال متاع تقديم ملفات رئاسة النجم الساحلي واللي تتواصل حتى اليوم 12 نوفمبر. الجلسة العامة الانتخابية باش تكون يوم السبت 16 نوفمبر. وسائل الإعلام السعودية أكدت اليوم أن الكوتش نصيف البياوي دخل في مفاوضات متقدمة مع العدالة السعودية لخلاف الإسكندر القصفي اللي وقع التخلي على خدماته. مقابلات تشامبيونز ليغ الأوروبية حاليا سابق 85 دقيقة لعب في مقابلة اف سي برشلونة المتعارض مع سلافيا براغ دون أهداف. زينيت سان بيترسبورغ الروسي منهزم قدام لايبسيتش 2-2. تسع بقية المقابلات، تشيلسي مع أجاكس، دورتموند مع الانتر، ليفربول تواجه جانك، ليون تواجه بنفيكا، نابولي مع سالزبورغ، وفالنسيا تواجه ليل. إيكو سبور، أكثر الأخبار تلقاها مع السيت الراديو إكسبريس FM.com. أجمل تحيات إسلام المدب.